تمكنت مملكة البحرين من تفادي انتشار عدوى فيروس كورونا والعمل على احتوائه من خلال تطبيق العديد من الإجراءات، وهو الأمر الذي قوبل بإشادة منظمة الصحة العالمية. ومن بين هذه الإجراءات تفعيل مركز خاص بجوار مطار البحرين الدولي لإخضاع المسافرين للفحوصات اللازمة، وذلك حسب المعايير الدولية. على مقربة من مطار البحرين وبمعزل عنه في ذات الوقت، تم تجهيز هذه الخيمة لإجراء الفحوصات وأخذ العينات للمسافرين جوا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة. الفريق الطبي هنا يعمل على مدار الساعة لاستقبال المسافرين من خلال تطبيق إجراءات حازمة تجاه المسافرين يتم تحديدها حسب مستويات تفشي الفيروس في الدول التي قدموا منها. الخيمة هنا نستقبل المسافرين ويكون تصنيفهم على حسب درجة خطورة الأماكن اللي هم جايين منها، ففي دول تعتبر عالية الخطورة، في دول تعتبر متدنية الخطورة، فبالتالي احنا الإجراءات يعتمد على وين المسار اللي هم يكونون جايين منها. عندنا تعليمات محددة نتبع تعليمات حتى دولية ومحلية، على أساسها نقدر نتعامل مع المسافرين القادمين بحيث ان احنا نحافظ على سلامتهم ونحافظ على سلامة الناس الموجودين في البلد. أخذ العينة اللي هي سميها سواب من الأنف إلى البلعوم تقريبا، فالطبيب هو اللي يأخذ للعينة بمساعدة الممرضات، وعلى طول من نخلص العينة نحطها في بوكس الثلج لأن لازم نحتفظها في مكان بارد، وعقب ما نخلص جميع العينات مال الفلايت نفسها تتحول جميع العينات إلى الصحة العامة لفحصها وإعطانا النتيجة. تمثل العيادة الطبية بجوار مطار البحرين خط الدفاع الأول للتصدي لفيروس كورونا من الانتشار في مملكة البحرين، وهم يعملون على مدى 24 ساعة لاستقبال المسافرين وأخذ الفحوصات منهم للتأكد من خلوهم تماما من فيروس كورونا. منذ اللحظات الأولى اتخذت البحرين خطواتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، لعل أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة في المنافذ، ومن بينها عيادة المطار هذه التي تم تفعيلها وتجهيزها لاستيعاب مئات المسافرين. احنا طبعا دورنا كدور إداري هنا التنسيق الدائم بين الخيمة الطبية وبين غرفة العمليات المتواجدة في مطار البحرين. طبعا دورنا إشراف مباشر عن السجلات الصحية، تسجيل المرضى القادمين، توفير جميع الخدمات اللي محتاج، يعني الخدمات الإدارية، الخدمات اللي تساعد الكوادر الطبية على تأدية واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى دورنا نوفر جميع المعلومات المطلوبة من قبل غرفة العمليات. الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا يواصل تطوير الإجراءات المتخذة وتدابيره الوقائية في هذا الموقع بشكل يوازي تطورات الفيروس حول العالم. بسام البدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.